حلب دير حافر 9/10/2012 احدى هدايا بشار الاسد المجرم لمدارس دير حافر. هذه ثانوية البنات. قام الطيران الحربي الاسدي المجرم قبل قليل بقصف هذه المدرسة الله أكبر عليك يا بشار. الله أكبر عليك يا بشار. هذه دير حافر الأبية التي تقف صامدة في وجه الأسد وعصابته المجرمة، تنال نصيبها من الدمار والقتل والتخريب على أيدي تلك العصابة المجرمة، عصابة آل الأسد. إن دمرت المدارس وإن دمرت البيوت وإن قتلت الأطفال والشيوخ والنساء لن نستكين، وسنبقى في وجهك أيها الأسد المجرم حتى نقتلعك من أرضنا الطاهرة. فأرض سوريا الطاهرة لا تقبل رجسا أو خبيثا مثلك أيها الأسد المجرم. حلب دير حافر 9/10/2012 ضرب احدى المدارس في مدينة دير حافر.